أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نخصصها لمناقشة تقرير مركز مراقبة التسلح البريطاني حول امتلاك الحوثيين أدوات وآلات إيرانية المنشأ تمكنهم من تصنيع متفجرات محلية. إذن أكد تقرير بريطاني حديث بشأن التسلح ضلوع إيران في تزويد ميليشيا الحوثي بأدوات وآلات تمكنهم من تصنيع ألغام أرضية وبحرية وعبوات ناسفة داخل اليمن. كما يوثق التقرير البريطاني استخدام الحوثيين منظومة صواريخ محمولة وتفجير متطورة تعمل على الأشعة تحت الحمراء. وبحسب التقرير الذي أصدره مركز مراقبة التسلح البريطاني، فإن هذه الألغام لم تستخدم إلا من قبل حزب الله في لبنان وتنظيم داعش في العراق. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: ما الذي بمقدور الحكومة والتحالف عمله لمنع إيران من إمداد الميليشيا بالأسلحة وأدوات تصنيع المتفجرات والألغام؟ وهل نجحت عاصفة الحزم في تدمير القدرات التسليحية للحوثيين بعد مرور 4 سنوات من التدخل العسكري للتحالف في اليمن؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. بعد مرور 4 سنوات على التدخل الخليجي في اليمن، هل نجحت عاصفة الحزم في تدمير القدرات التسليحية لميليشيا الحوثي؟ مراكز البحوث الأجنبية تشكك في ذلك، فهذه الميليشيا لا تزال تمتلك قدرات صاروخية فضلاً عن كونها أضحت تصنع متفجرات محلية بماكينات ذات مكونات إيرانية المنشأ. فوفق تقرير حديث أصدره مركز بحوث مراقبة التسلح البريطاني، يمتلك الحوثيون ماكينات لإنتاج العبوات الناسفة وكافة أنواع الألغام خصوصاً الأرضية، والتي زاد استخدامها بكثافة بعد التقدم الذي أحرزته قوات التحالف في المعارك الأخيرة. المركز البريطاني وثق استخدام الحوثي لألغام بحرية مصنعة محلياً ومنظومة صواريخ مطورة وأجهزة تفجير تعمل على الأشعة تحت الحمراء وقنابل محسنة ونظام صاروخي جوي محمول، بالإضافة إلى عبوات ناسفة وجدت على الصخور في تعز والحديدة. الأبحاث العسكرية التي قام بها المركز البريطاني منذ أبريل 2017 أكدت أن الألغام الأرضية استخدمت حصرياً من قبل الحوثي، ولم يسبق أن استخدمتها قوات الشرعية أو التحالف. واللافت في الأمر إشارة التقرير البريطاني إلى أن مثل هذه الألغام استخدمت من قبل حزب الله بلبنان وتنظيم داعش في سوريا والعراق. الإنتاج المحلي المتنامي للألغام الحوثية بات بحسب التقرير البريطاني يشكل تهديداً مستمراً لليمنيين، لكن الأمر المخيف هو تأكيد التقرير على أن هذا التهديد قد يستمر فترة طويلة حتى بعد انتهاء الحرب. نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم إلينا الكاتب المهتم بالسياسة الإيرانية، سينضم إلينا من محافظة مأرب السيد عدنان هاشم. سيد عدنان مساء الخير. مساء النور راتي، أهلاً وسهلاً بك وبمشاهدين الكرام. أهلاً بك سيد عدنان. في البداية، ما تقييمك لقدرات الميليشيا الحوثية بعد 4 سنوات من الحرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد أن جماعة الحوثي تضخمت أسلحتها والترسانة الصاروخية التي تملكها، وأيضاً الأسلحة التي تستطيع من خلالها البقاء فترة أطول في مواجهة الحكومة الشرعية أو بقاء كميليشيا مسلحة تحتل جزء من الأراضي اليمنية. خلال الفترة الماضية زادت الدعم الإيراني للحوثيين. إذا كنا نفترض أن إيران كانت تدعم الحوثيين 20% قبل العملية العسكرية للتحالف، أصبحنا الآن الحوثيين يعتمدون على إيران بأكثر من 80% من عملية التسلح. التكنولوجيا السلاح الإيرانية أصبحت هي ما تحرك جماعة الحوثيين، سواء كان في صناعة الألغام أو في عملية تطوير الصواريخ أو في الطائرات دون طيار. خلال الفترة الماضية اتضح بشكل كبير حجم الدعم الإيراني، وأيضا اتضح بشكل أكبر ما بقدرة إيران دعم الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط. نعم، لكن سيد عدنان، يعني التقرير البريطاني سبقه تقارير أخرى أيضا تتحدث عن دعم إيران، يعني ومقدرة الحوثيين على التأقلم على الخسارات الحربية و تجاوز هذه الخسارات. هو بالتأكيد الجماعات الحوثية تستطيع أن تعالج صدمات الحرب وصدمات الخسارات بشكل سريع وتتعافى منها سريعا.
عاقلة الجماعة وطرق تجنيدها وطرق عملها تستطيع امتصاص مثل هذه الصدمات. جماعة الحوثي من خلال 4 سنوات الماضية استطاعت أن تقوم بعمل بناء ما يشبه خلايا تصنيع سلاح في أكثر المنطقة، في صنعاء، في الحديدة، في تعز، حتى في المناطق الحديدية كرب مالك. هذه المصالح هي ما تزود جماعة الحوثي بالسلاح وما تزودها أيضا بالذخيرة. عملية التهريب الإيرانية هي تهريب مواد أولية في الأساس، يعني من الصعب أن نقول أن إيران تستطيع أن تهرب صواريخ بالستية طول الصاروخ 12 متر أو 6 أمتار بدون أن يكتشفها أحد، لكن إيران تستطيع أن تقوم بعمل تهريب المواد الأولية ويتم تركيبها أو تجميعها أو إعادة بنائها في داخل اليمن. الطائرة أيضا طائرة كاسك 1 هي أيضا طائرة إيرانية يتم توريد أجزائها من إيران، والتكنولوجيا السلاح الموجود داخلها هي تكنولوجيا إيرانية استخدمت في العراق واستخدمت في لبنان، استخدمت وصلت حتى بعض أجزاء من هذه التكنولوجيا السلاح إلى الجماعة الشيعية الموجودة في بكيش في الجزيرة العربية في السعودية وفي البحرين. نعم، إذا ابقى معي سيد عدنان، أشرك معنا في الحديث. سينضم إلينا من تعز الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة. دكتور مساء الخير. مساء النور لك وللجمهور الكريم. أهلا بك دكتور. يعني استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالقدرات والخبرات العسكرية رغم الحظر الجوي والبحري على اليمن يضع علامات استفهام كثيرة حول طرق الدعم. الدعم الإيراني لحلفائها في المنطقة هو دعم مشروع بالنسبة لها. اللوم يقع هنا على السلطة الشرعية التي ينبغي أن تبسط سيادتها على المنافذ البرية والبحرية، أو على دول التحالف التي صادرت سلطة سيادة اليمنية وصلاحية السلطة الشرعية عليها أن تضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية لعدم تهريب سواء السلاح أو التقنيات المستخدمة في إعادة تركيب السلاح أو صناعته محليا. أنت تعلم بأن الحرب تحتاج إلى ذخيرة، والذخيرة عادة تصنع محليا. وما تم من تدمير للأسلحة ربما تكون هي المخزون الذي كان يتبع الجيش الذي سلمه عطاش لحلفاء الحوثيين. لكن الآن تستخدم أسلحة زي الطائرة، مثل الطائرة بدون طيار، هذه داخلة على الخط، يعني هي تقنية إيرانية، وكذلك الألغام، وكذلك بعض الصواريخ المحمولة على الكتف. اللوم الكبير باعتقادي يقع على دول التحالف لأنها تركت شبوة منذ عامين وسواحلها مفتوحة، وتمر كل الأسلحة المهربة عبر شبوة وهي حدود البيضاء وحدود مارب ثم تدخل مارب صنعاء. يعني هناك قصور أو انكشاف لأداء التحالف بالانحراف على الأهداف. لو كان هدف دول التحالف هي عون السلطة الشرعية أولا لما صادرت سلطاتها وصلاحياتها على الأرض، ولما خلقت لها كيانات موازية، ولما تحكمت بالقرار العسكري والأمني والمدني. لكن دكتور، يعني في إطار معركة استراتيجية بهذا الحجم، ألا يدرك التحالف العربي يعني بعض هذه الثغرات مثل محافظة شبوار؟ وأيضا هناك لو عدنا إلى تصريحات التحالف سابقا، يعني منذ البدايات الأشهر الأولى لعاصفة الحزم كان هناك تصريحات متتالية لناطق التحالف في تلك الفترة أحمد عسيري أنه تم تدمير قدرات الميليشيا بنسبة 90%، وأيضا ما تمتلكه من مخازن الجيش، وأيضا يعني تم إحكام السيطرة الكاملة على المنافذ بالتحديد البحرية. اليوم يعني 4 سنوات وما زلنا يعني نتحدث عن تطور في يعني قدرات الحوثيين في مسألة التصنيع ووجود طائرات بدون طيار وما إلى ذلك. طبعا انكشاف دول التحالف انكشفت اهدافها المستتره، لانها لا تريد كما قلنا فعلا دعم الدوله اليمنيه والسلطه الشرعيه، لانها لا تريد نصر السلطه الشرعيه ولا تريد هزيمه للحوثيين، وتريد استمرار الحرب لاضعاف جميع الاطراف وترك اليمن تحت السيطره كحديقه خلفيه لممارسه الخربلات الإرهابيين أو المجاميع السلفية أو التحكم بالقرار أو التدخل في مسألة الثروة والسلطة في اليمن بالقرار،
يعني للأسف 4 سنوات كانت تتكشف هذه الأهداف والنوايا السيئة سنة بعد أخرى. طبعا في بداية في العام الأول لم يكن يتقبل الجمهور اليمني ولا المتابع مثل هذا الاهتمام الموجه لدول التحالف، ونحن كنا عبركم وعبر قنوات أخرى نكشف هذه النوايا المستترة التي أصبحت علنية يعني، وما وليس أدل على ذلك من عمل فيتو. نعم. على أرض الواقع، وكذلك حرمان الدولة من ثرواتها ومن الصادرات ومن السيطرة على الموانئ والمطارات والبنادق البرية والبحرية، هذا واضح يعني. نعم، إذن ابقى معي دكتور، سأعود إليك. أذهب لضيفي الآخر السيد عدنان هاشم. يعني سيد عدنان، كما أشرت في حديثك منذ قليل أنه يعني هناك تطور في قدرات التسلح الحوثيين من حيث الطائرات وأيضا من حيث التصنيع للألغام والمتفجرات، يعني كيف نفهم هذا الأمر في إطار ما يعلن التحالف أنه محكم السيطرة تماما على المياه الإقليمية اليمنية، وأيضا يعني 4 سنوات من الحرب وما زلنا كما تقول هناك تطور في مسألة التصنيع لدى الحوثيين؟ هناك مشكلة بالنسبة للتحالف العربي. التحالف العربي خرج عن الهدف الرئيسي الذي وصل من أجله وتدخلت العملية العسكرية. الهدف الرئيسي هو دعم الحكومة الشرعية والتمدد الإيراني من إيجاد موطن قدم له في قرب البندق وفي شبه الجزيرة العربية وفي جنوبها. الواضح بأن التحالف العربي السعودية والإمارات أصبحت تتفرغ إلى أهدافها منفردة. السعودية تحاول أن تجد أن تحمي أنبوب نفط يمر إلى المهرة، وأيضا الإمارات تسعى أن تجد لها قاعدة عسكرية دائمة في اليمن. إيران لها أطماع بنفس هذه الأطماع، أن تجد لها موطئ قدم لفترة أطول داخل اليمن. فتحولت عملية الدعم الشرعية إلى عملية الصراح حول أطماع الدول وبعضها البعض. الحوثيون يعون جيدا أيضا ما تريده إيران، لكنهم لا يمتلكون أيضا بديل لأخذ السلاح والجهة التي تستطيع أن تزودهم بهذا السلاح. باعتقادي بأن التحالف العربي مازال فشل بريء في تحقيق هدفه الرئيسي. الحوثيين يستطيعون الآن استغلال السلاح بأكثر من مكان. أيضا اليمن تمتلك خط ساحلي كبير لا يمكن مراقبته بسهولة. أيضا المناطق الخاضعة للسلطة اليمن أعتقد أنها خاضعة للسلطة الشرعية، وفي الأصل خاضعة لكيانات ودولة موازية، مثلا الموانئ الصغيرة الموجودة في شبوة، الموانئ الصغيرة الموجودة في حضرموت، المرور التهريب تمر أيضا عبر دفع أموال لتلك الميليشيات التي تحكم سيطرتها على تلك المناطق. فكل هذا هو أيضا فشل التحالف العربي خلال 4 سنوات. إذا كانت السعودية تستطيع أن تنمي شتاتها وتبدأ بشكل جيد من أجل مواجهة إيران، كان باستطاعتها أن توقف هذه الحرب من مدة طويلة، أن تنتهي هذه الحرب من مدة طويلة وأن توقف إيران عند حدها. الآن الإيرانيين يتفاخرون بشكل جيد بأن الحوثيين يقاومون السعوديين والإماراتيين، بأنهم أكثر تحكما باليمن أكثر مما كانت عليه قبل عاصفة الحزم، وأن عملية عاصفة الحزم أعطتهم تمكين أكبر مما كانوا يتمنون. نعم، لكن بالنسبة للدعم المقدم من إيران كما يشير التقرير أن هناك أسلحة يعني معدات لعملية تصنيع الأسلحة، هل يعني تعتمد الميليشيا على يعني خبرات محلية في عملية صنع هذه الأسلحة، أم أن هناك أيضا يعني تتصور أن يكون هناك خبراء أيضا إيرانيين و يعني من حزب الله في المشاركة والمساهمة في عملية التصنيع وتركيب هذه المعدات؟ بالتأكيد هناك خبراء من حزب الله، وأيضا ربما أن هناك خبراء إيرانيين، لكن هناك أيضا خبراء من جماعة الحوثيين. خلال فترة الحرب بعثت الحوثيين مجموعة من الجرحى للعلاج في الخارج. هؤلاء الجرحى الذين غادروا اليمن من أجل العلاج في لبنان وفي مصر وفي سوريا وفي سلطنة عمان وفي أيضا في باكستان، هم وصلوا أيضا إلى إيران وأخذوا دورات في عملية تصنيع السلاح وأخذوا عملية تركيب الصواريخ البالستية. وهؤلاء هم ايضا من يديرون المعامل الكيميائيه الموجوده داخل البلاد التابعه للحوثيين، وايضا هم من يقومون بعمليات اعاده تصنيع وتدوير للمواد الاوليه التي يتم ارسالها من الخارج. هناك شبكه كبيره من عمليه تهريب السلاح
تمتد من امريكا اللاتينيه الى افريقيا الى اليمن لايصال السلاح الى الحوثيين وايصال ايضا المواد الاوليه وايضا حتى تهريب الاشخاص واعادتهم وادخالهم من اليمن عبر الشريط الحديدي الساحلي الكبير للبلاد. نعم، اذا يعني يذهب كجريح ويعود كخبير لعمليه تصنيع و يعني تجهيز معدات تابعه للميليشيا في تعزيز قدراتها. صحيح. اذا ابقى معي سيد عدنان، اذهب للدكتور فيصل. يعني دكتور فيصل، الى اي مدى يمكن يعني فرض عقوبات على ايران نظير خرقها القرارات الدوليه بشان تسليح المتمردين الحوثيين في اليمن وما اشار اليه التقرير مؤخرا؟ لا اعتقد بان السياسه الدوليه والامريكيه تحديدا متحمسه لفرض عقوبات على ايران في هذا الشان. هم يذهبون الى عقوبات على ايران في شؤون اخرى تخصهم، وهي مساله تحصيل اليورانيوم، امتلاك سلاح نووي، لانه هنا سيمنح ايران اليد الطولة في المنطقه بحكم تفوقها في هذا السلاح النووي. اما مساله تدخلها في اليمن او في العراق او في لبنان، فالسياسه الدوليه او العواصم الغربيه هي من اليوم العراق تحت سقوط الايرانيين. الموضوع هنا لن تنجز قرارات بعقوبات حاسمه على ايران من موضوع اليمن، ولكن هناك تغاضي الطرد لتبقى ايران قوه تهدد المنطقه لكي تجبر دول المنطقه الخليجيه المفطيه ان تمدد فتره الحمايه لنفسها من الخطر الايراني تحت المظله الامريكيه، وبالتالي الاموال التي دفعت لواشنطن انما هي اموال حمايه. هل سمعت بان دوله العالم تدفع النفط تريليون صفقه واحده لزياره رئيس امريكي لعاصمتها لمجرد هذه مجرد رشوه، يعني رشوه حمايه. نعم. نعطيكم المال ونبقى تحت حمايتكم، وبالتالي لا تهمهم القضيه اليمنيه بالقدر الكبير الذي يفكر فيه او ممكن التعويل عليه. نعم، لكن دكتور يعني أنت أشرت في تعامل التحالف مع اليمن وكأنها حديقة خلفية كما أشرت، ولكن يعني هناك إيران وجأت يعني موطئ قدم في اليمن، وبالتالي ألا يدرك التحالف أن الخطر اليوم الذي لحق باليمن قد يلحق بهم في الغد، يعني بسبب يعني الخذلان الحاصل في مسألة القضية اليمنية والتواجد الإيراني في اليمن؟ القيادة الخليجية تحديدا هي لا تعول على نفسها في الدفاع. الحرب اليمنية لتثبت انهم غير قادرين على الدفاع عن انفسهم وغير قادرين على الاستغناء عن الحماية الامريكية. ولذلك هم يعلمون بانه ما تقوم به ايران يمكن مواجهتهم بالعصا الغليظة من مجلس الأمن أو من الناتو أو من التحالفات الغربية المميزة مع ليبيا. لو كان لديهم قرار مستقل لفكروا بطريقة مختلفة، سواء في التعامل مع جيرانهم أو التعامل مع المحيط الإقليمي تركيا وإيران والعرب، وسيكون هذا القرار السيادي ينتج علاقة سوية. الآن ما هو موجود من علاقة السعودية والإمارات مع المحيط العربي والإقليمي علاقة سيئة، أي أن الأمريكا تتحكم بهذه القرارات وهم عليهم التنفيذ. نعم. لأنه كل القرارات تصب في إطار معاكس للمنطق، معاكس للعقل. المفترض أنه يكون علاقتك جيدة مع محيطك الإقليمي كامل حتى تحمي نفسك، ولكن لأنهم غير قادرين على حماية أنفسهم ويعولون على الحماية الأمريكية، لذلك هم ينفذون ما يملى عليهم. ممكن يقنعوهم بانه نحن في الوقت المناسب ممكن ان ندمر ايران كالعراق في اي لحظه، فلا تخاف. وبالتالي ترتب سلوكيات مناقضه لما ينبغي او لما هو متوقع. نعم. اذا وضحت الصوره دكتور فيصل الحذيفي، استاذ العلوم السياسيه في جامعه الحديده، كنت معنا من تعز، اشكرك جزيلا.
أعود لضيفي السيد عدنان هاشم. يعني سيد عدنان، كيف يمكن تفسير العلاقة فيما يتعلق بالقدرات العسكرية المتشابهة ما بين داعش وجماعة الحوثي كما أشار هذا التقرير؟ بالتأكيد الجماعات المسلحة التي تشابه بتشكيلاتها كميليشيا مسلحة تشابه في عملية التصنيع، لأنها تعود للمواد الأولية في عملية الصناعة. حتى الجماعات المسلحة الموجودة في أوروبا، الجماعات المتمردة الموجودة في أفريقيا، هي لجأت لهذا النوع من التصنيع من أجل الحصول على سلاح سريع ذو فعالية بإمكانها أن يدمر وأن يتحرك أي قوات نظامية. أيضا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وصوله واستفاد أيضا من الخبرات الإيرانية، أو العمل الإيراني في عملية تزويد الميليشيات المسلحة في تلك البلدان. كان تنظيم الدولة يستطيع أن يحصل على طائرة بدون طيار، أيضا كانت تملكها ميليشيات تابعة لإيران وتقوم بعملية إعادة تدميرها وتصنيعها وإرسالها لخصومها. التشابه والتشابه في عملية الميليشيات المسلحة وأيضا في عملية الخبرة الإيرانية. يعني تقييم السيد عدنان التقرير من حيث فكرة التشابه التي أوردها، من حيث يعني أن الأسلحة هي بدائية، يعني نوعية التصنيع، وبهذا تتفق جميع الميليشيات في عملية التصنيع بهذا الشكل، أم أنه يقصد أن الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع هي يعني من مصدر واحد، يعني كما يشير أن هناك أدوات إيرانية في مسألة دعم الحوثيين؟ يعني هل التشابه المقصود به في أن الأسلحة المستخدمة هي بدائية، أم أنه في مسألة أدوات التصنيع التي يعني تقوم بالتزويد بها هي دولة واحدة فقط؟ هم الجهتين، أنها تلجأ للمواد الأولية في عمل التصنيع، وأيضا الاحتكاك الإيراني من تنظيم داعش وعملية الحرب الموجهة إليهم من قبل الميليشيات الشيعية التابعة لها في العراق. لاحظ بأن الطائرة بدون طيار امتلكتها تنظيم الدولة، لديها رقم تسلسلي كان يملكه الحوثيين في اليمن. هذه الطائرة بدون طيار الذي كان يمتلكها تنظيم الدولة هو حصل عليها من الميليشيات الشيعية التابعة لإيران، وقام بعمل تدميرها وقف قوات عراقية. ما يعني أن التحالف هو معني بإدخال اليمن إلى هذا المستنقع، هو المعني أيضا بمواجهة إيران، لأن هذا التهديد وليس تهديد فقط اليمن، هو تهديد لأمن شبه الجزيرة العربية. إذا كانت دول الخليج تظل متفرقة ومتمزقة بهذا الشكل ولا تملك رؤية واضحة واستراتيجية لمواجهة إيران في شبه الجزيرة العربية، فأعتقد بأن إيران ستسيطر وستتها على الممالك الخليجية وحدة الأخرى تبعا وملكا للسياسة الإيرانية. هذا التهاوي لا يمكن حتى للقوى الغربية أن تسيطر عليه، لأن دعم الميليشيات من داخل الشعوب هو أكثر ضررا من غزو خارجي تقوم به دولة معادية. إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا السيد عدنان هاشم الكاتب المهتم بالسياسة الإيرانية، كنت معنا من محافظة مأرب. ومشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام الحلقة. أيضا أشكر ضيفي الدكتور فيصل الحديفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة كان معنا من تعز. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.